الكارتين بمعنى واحد. انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه. انت الكينج اوف سورتس، انت ملك السيوف، انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقه بيبتدي فيها صح. مش اي كلام، مش اللي هو انا هدخل معاك في علاقه نلعب، لا لا لا، انا داخل قصدي خير، او بمعنى ادق انا مشاعري حقيقيه. هو شايف ان انت مشاعرك حقيقيه وتستحق الثقه. هي تقريبا علاقه جديده. انت بقى كمان شايفه الكينج اوف بانتكلز، انت شايفه عرض، انت كل تفكيرك في على فكره برج الثور برج بيفكر جدا مش بالماديات، بالمستوى العلاقه، يعني بمعنى باقي العلاقه دي هتروح فين بعد كده. هو انت كمان شايفه ان هو شخص حقاني جدا وشخص صادق وعرضه صادق. لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق وشخص جميل جدا، وهو اللي هيحقق لي السعاده اللي انا عايزها، هو اللي هيحقق لي السعاده اللي انا عايزها. طيب هو ايه الخطوه اللي هياخدها لو هو شخص لسه معبرش عن حبه، او شخص عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقه دي لمستوى تاني مثلا ولا لا؟ فهو عايز يستقر، هو فعلا مقرر انه خلاص هو فاز بيه، هو ده مشاعره، هو حاسس بانه عارف لما تكون لقيت حاجه كنت بدور عليها بقالك فتره وقلت خلاص هي دي، مش هدور تاني، هو لقاك ومش هيدور تاني خلاص. ودلوقتي يقدر ان هو يفتخر بانه لقى حد زيك. انت الكينج اوف بانتكنز. ولو هو شخص كان بي 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 بيروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي، فهو هيستقر عليك خلاص وخد القرار والحكمة السليمة. سوري، هو الكارت ده ما كانش هنا اصلا صح؟ بقول في حاجة غلط. فهو مقرر يستقر بقى وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة، ومقرر ان هو يبص لقدام بقى ويشوف هيعمل ايه في العلاقة دي وهياخدها لفين بعد كده. لان انت كمان يا برج الثور انت كمان مقرر تكمل السعاده دي، وفرحان جدا بالعلاقه دي، ان انت سعيد جدا بالعلاقه دي جدا ومشاعرك مكتمله. انت حاسس بان انتوا الاثنين حاسين بنفس الاحساس، احساسكم كلها متناسقه مع بعض. هو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاج حاجه تانية، انا كملت اللي انا عايزه وقاعد اهو وبس خلاص كده، شكرا. يقول لك قفلت، قفل يا ابن الكمين وتعالى نروح. فانت يا برج الثور خلاص استقريت ومبسوط من الاخر، مبسوط في العلاقه دي جدا، شايف ان هي دي العلاقه الكامله اللي هتحقق لك السعاده طوال الحياه. يعني هو شايف العلاقه دي ازاي؟ شايفها العلاقه الابديه، انتوا مربوطين مع بعض، شايف ان انتوا الاثنين قدر بعض. انتوا العلاقه بدايه بتتعامل مع برج الجد او برج هوائي، او ممكن يكون برج ترابي زيك، وممكن يكون برج مائي، او ممكن يكون برج برضو الجوزاء. اوكي، وبرج هوائي برضو ظهر لنا هنا، وترابي تاني ظهر لنا، ترابيين كتير قوي. فشايفك ان انت انت ده مش الشيطان، ولكن في رابطه ما بينكم، في رابطه ما بينكم، عشان برضو ايه، هاخد دول بس احطهم على جنب كده، هاخد ده ونشوف ذا ديفل برج الثور. اعتقد ان هو كارت مش وحش ولا حاجه، يعني مش اكيد مش قصده شرير، لان انت شايفه السول ميت بتاعك، شايفه من الحب كله والعصافير حواليكوا والحياه مزهزقه خالص يا برج الثور. ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب، فهو كمان معجب بيك. مش بقولك هي دي العلاقة المثالية، وبتتعامل مع حد برج مائي برضو، ان هو ده الشخص اللي انا هقدم له العرض. لو هي اعجاب، فشخص ده معجب بيك وهيجيلك يقولك بقى ان انت اللي انا هرتبط بيه خلاص، وده مربوط بسلاسل،
مش هنسيب بعض ابدا يا عمري. هنفضل مربوطين في بعض كده، وانا هقدم لك عرضي قريب لو هو شخص معجب بيك. انت كمان شايفه حاجه حلوه قوي، انتوا الاثنين مشاعركم واحده على فكره، يعني انت شايفه ان هو السورمي بتاعك والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوافق منك. واعتقد ان هي زي ما قلت لكم هي علاقه حب هتنتقل بعد كده لحاجه تانية، ومشاعركم واحده اهو، هي علاقه في الاول خالص. طب النصيحه ايه؟ النصيحه يا برج الثور ان انت تساير العلاقه بقى. يعني ايه اساير العلاقه؟ يعني تمشي بقى مع التيار. هقول لك ازاي دلوقتي، هنفسرها برضو. اعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شويه مثلا، ممكن تكون قلقان شويه منه، او قلقان قوي من مشاعره مثلا، فخايف شويه بتاخد احتياطاتك، او ممكن يكون في الم من الماضي. يا برج الثور انت هتتجوز. الكارت بيقول لك امشي بقى بالعلاقه قدام، عشان انت في الاخر هيبقى في سعاده ما بينكم. ده الشخص المقدر ليك يا برج الثور، ده السورمي بتاعك. انا بقول لك الكروت كلها زي بعض اهي. يعني النصيحه بتاعتك، يلا بقى شيل بقى الالام الماضي. لو هي علاقه وانتم متخاصمين ورجعتوا مع بعض، لان بصوا اهي في تواصل، يا اما في تواصل رجع تاني لو علاقه قديمه وكنتوا متخاصمين ورجعتوا تاني، دي مشاعر بتتجدد بقى، اللي هم احنا سايبين بعض بقى لنا فتره. لو انت خايف منه ولسه شايل من اللي حصل زمان في العلاقه في الاول، فما تخافش، هو بيحبك قوي قوي وشايفك حاجه كبيره قوي 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 قوي. بس سيبك، بس الكارت بيقول لك شيل بقى الام الماضي دي اركنها على جنب، عشان دي العلاقه بتاعتك الحلوه، في حاجات حلوه جايه لك يا برج الثور. شيل بقى الام الماضي دي، ارميها بقى، ارميها وابدا من جديد. ولو هي علاقه جديده شيل المخاوف، لو انت خايف منه او خايف من اندفاعه شويه، لو هو مندفع او ما هو بيجي لك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شويه، ما تخافش، هو بيحبك ونيته سليمه يا برج الثور. قراءة جميلة قوي، قراءات الأبراج الترابية جميلة، عجباني أنا شخصيا. طيب نشوف بقى، نجمع دول على بعض كده ونشوف. طبعا دي قراءة لذيذة، لكن في أكيد الجانب الآخر من برج الثور، وهو الجانب مش الأسوأ بقى، اللي هما الناس اللي متخاصمين مع بعض. انا بحب اعمل الورق كده عشان لما اجي افرط الاقي الناس اللي متخاصمه، او بقى لهم سنه ما يعرفوش عن بعض حاجه، او بعدنا عن بعض وبطون متخاصمين. خلينا نشوف مشاعره ايه ونيته اتجاهنا ايه. ده تعبان قوي يعني. يحيط مخاوف، يعني محبوس جوه الذكريات واللي حصل بينكم والفراق وطريقة الفراق وطريقة البعد، وممكن يكون تعبان وعايز يرجع ومش عارف، ممكن يكون خايف يقدم رجل ويأخر رجل، وعايز ايه؟ عايز يدي العلاقة دي فرصة تانية، عايز يرجع يا برج الثور، ونفسه انه يقدم عرض تاني، وشايف كنت شايف كنت الشخص المناسب، او اكتشف بعد الفراق وبيلوم نفسه على طول بانه سابقه. ده شخص بيلوم نفسه على طول، يقول انا السبب، انا العلاقه دي باظت بسببي و و و و و والكلام ده كله. بس كده. الورق بيوضح بعضه. هو في مرحلة اللوم دلوقتي، واللي هو شخص قاعد بيحاسب نفسه ونيته. وانا ما بقراش المستقبل، بس يعني بقرأ النية، يعني النية ممكن تكون محققة، وممكن يصحى الصبح يقول لا مش هرجع، بس دي نيته. تبقوا عارفين كده ان نيته سليمة يعني ان شاء الله. بس هو عايز ياخد قرار
حازم وقرار مفيهوش رجعه بانه يبدا تاني زي ما بقول لكم، عايز يدي فرصه جديده، وبيلوم نفسه قوي على اللي حصل وان ازاي سبته وضيعته من ايدي، وشخص كان كويس وكان توأم ليا، فانا هدي في العلاقه دي فرصه تانية وهرجع ان شاء الله، يعني نيته انه يرجع. برضو الحمد لله القراءه المره دي حلوه، الابراج الناريه ما كانتش موفقه قوي شويه كده عشان الناريه بقى وكده، والهوائيه برضو شويه. طيب لو عزاب بقى، العزاب بقى ممكن يبقوا سيناريو تالت خالص، وممكن يكون تكمله للقراءه الاولانيه او القراءه التانيه على حسب. فمين الجاي في طريقكم يا برج العزاب؟ سوري يا عزاب يا برج الثور، هلخبط الكلام خالص. بحب افرط الورق كتير كده عشان نبقى ايه. نختار برضو من النص اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه و ناويلنا على ايه، ان شاء الله نخير باذن الله. شو قلتلكوا ناخر؟ اللي جاي في طريقك حد سنجل، وحد يعني سنجل ممكن يكون كان في علاقة قبل كده، لان مشاعره هو قلب مكسور اصلا، يعني هو جاي لك هو سنجل، يبقى معنى كده ان هو حد جديد وخرج من علاقه ممكن، لان قلبه مكسور وموجوع جدا 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 جدا، وعايز يتجوز بقى. ده شخص عايز يستقر وعايز يخرج من الجنتله دي وعايز يستقر. ممكن يكون حد قديم برضو، نشوف. برج الثور ممكن يكون حد قديم وانتوا سبتوا بعض، وهو منتظر اللحظة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية. خد البرج هنا كده يوضح. ممكن يكون حد قديم فعلا، والعلاقة ما بينكم انتهت بطريقة مش لطيفة خالص، هو اللي خدعك او انت اللي خدعته، حاجة من الاتنين يعني. لاخر كده يعني قطعتوا ببعض، وكان منتظر لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني، ولما الامور هديت فعلا وهو قدر يقف على رجله تاني ويجي لك. او ممكن بقى سيناريو تاني خالص، ده شخص تاني انت متعرفوش اصلا، انت لو عازب وهيجي لك سنجل اهو، وهو خارج من علاقة وحشة قوي 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 قوي، خارج منها مهزوم العلاقة اللي هو خارج منها دي، وانتظر فترة طويلة جدا في العلاقة اللي هو فاتت، العلاقة اللي هي سايبها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا، وللأسف خسر منها كتير، خرج منها مهزوم، وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا وما خدش منها غير حاجة واحدة بس. فكان سنجل، استجمع بقى كل قوته عشان قلبه مكسور جدا، الشخص اللي جاي لك في الطريق ده قلبه مكسور جدا، ولكن هو عايز يدي لنفسه فرصه تانية وعايز يبدا علاقه جديده، وبالفعل اختارك انت بقى برج الثور، الف مبروك، عشان يبدا معاك البدايه الجديده الحلوه دي، وتجيبه على صغير باذن الله. قراءه حلوه جدا 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 لبرج الثور، انا بحب برج الثور، وبص احلى ادي العرض مستشفى. اعتقد ان هو شخص فعلا كان تعبان او حاجه وخف من العلاقه اللي فاتت دي. برج الثور ميرسي جدا وشكرا لمتابعتك، ويا رب